مفيش حاجة هترخص؟ حاجات كتير هترخص وتبقى بسعر التراب. أنا وأنت والأستاذ وحضراتهم أجمعين. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومة كأنها عمه اللي خلفته، حتى لو الحكومة دي ماشية على حل شعرها. وخبرتك بتشتغل إيه؟ لا أنا راجل على قد حالي، أنا بتاع كتب، أنا بتاع علم. بس اللي بنشربه ده حلال ولا حرام؟ إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه. وجرايه للدنيا، الناس كلها بفت وبت، أمال مين اللي هينضرب؟ الله أكبر. ولا بلاش الفتحة الغنام، هو مش قطع الشهادتين يبقى اخوكم. لازم تعرف انك انت في امان بسببي، وانت في نعيم بسببي. ونتقابل في جهنم بقى، ما احنا لو رحنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه.